كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الفنان التشكيلي الدكتور أحمد محمد أمين الخاجة، ويرافقه العميد طبيب هيثم أمين الذي تشرف بإهداء جلالته لوحات فنية. وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره على هذا الإهداء، وأشاد بالجهد القيم الذي بذله الفنان أحمد محمد أمين الخاجة في إعداد هذه الأعمال الفنية الراقية والتي تعكس قدرته وتميزه الفني، متمنيا جلالته له كل التوفيق. وعرب حفظه الله ورعاه عن الفخر والاعتزاز بأبناء البحرين من الفنانين المبدعين وأسهاماتهم الطيبة في إبراز الوجه الحضاري والثقافي للمملكة من خلال أعمالهم ونتاجاتهم الفنية المتميزة.